دي خامس مرة انت تسأليني عن ادم وشي، وانا بأكد لك ان محدش يعرف هنا هو فين. امال قاعدين هنا بتعملوا ايه؟ ماشي يا موسى ماشي. بلاش موضوع الجواز ده، طب عشان خاطري واسكت الناس ازاي وبطلهم تلسين عليك وعلى سمعتك وشرفك ازاي؟ الناس بتنسى بسرعه يا سميحه. لا يا شاهين، الحاجات دي ما بتتنسيش ابدا. خلاص يا ماما، يبقى انا هقول للناس انا مش هتجوز خالص. ايوه، عشان تثبتي الكلام اللي قالته دفاع عليك يا بنتي. يا حبيبتي عشان خاطري الموضوع ده ملوش حل غير الجواز، وبسلامتك لسه طرد عريس ما يترفضش ابدا. مش طايقاه يا سميحه، تعصر عليه ليمونه وتطيقه. اشوف مين. اهلا اهلا سياده اللواء. اهلا اهلا كريمه هاني. قوم يخش اوضتك. اتفضلي. ازيك يا سميح؟ سلامتك يا ست سميح. اتفضلي. ربنا ما يقعدها تاني ابدا. اهلا. الحقيقه احنا جايين نطمن عليك. كتر خيركم، فيكم الخير، وجايين كمان نتاكد من موضوع كده قالته لنا عزه، بس احنا مش مصدقين. الحقيقه يا جماعه، وبسلامتها عزه بقى قالت لكم ايه بالظبط؟ قالت انكم عاوزين تفسخوا خطوبه مها وعمرو. بعد الشر يعني؟ الشر عنك يا حبيبتي، بس الحقيقة بقى الكلام اللي قالته ست عزة مش حقيقي. أنا كنت متأكدة من كده. بس هنجوز بنتنا. تجوزوها؟ ده كان عمرو يتحسب. يا سبحان الله، صعبان عليكي ابنك ومش همك سمعة بنتنا؟ بنتك هي بنتنا يا ست سميرة. لا يا سيادة اللواء، ابنك هو ابنك وبنتي هي بنتي، وبعدين مفيش نصيب، خلاص هو الجواز بالعافية. سميحة دي أعصابك شوية، يعني الكلام ما يبقاش بالطريقة دي. ممكن تسكت أنت خالص؟ أنا قلت كلمتي خلاص، وزي ما قلت الجواز مش بالعافية. فعلا مش بالعافية يا سميحة هانم، الجواز بالود والعشرة الطيبة اللي بينا من زمان واللي المفروض إنها تدوم على طول. مفيش حاجة بتدوم يا سيادة اللواء. شوف انت زمان يا سلام كنت يا ما هنا يا ما هناك، لكن شوف دلوقتي بقى، شوف بقيت فين. الله 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 الله، سميح. معلش يا سميحة هانم، احنا ما جبناش غير الود والعشرة الطيبة وحب الولاد لبعضهم، الحب اللي ما هنش علينا انه يروح هدر وقلبهم ينكسر معاه. معلش يا سيادة اللواء، ما تحملش هم، بكره ان شاء الله يلاقوا حب جديد ويصلحوا قلوبهم. ايه اللي انت بتقوليه ده بس يا سميحه؟ ممكن تسكت خالص انت؟ اهلا يا عادل يا ابني، اتفضل. مساء الخير يا جماعه. عادل بيعمل ايه هنا؟ اهلا اهلا وسهلا، ازيك يا عادل؟ ده آخر كلام عندكم يا شاهين بيه؟ والله ما أنا عارف أقول لك إيه يا سيادة اللواء. يا حسرة قلبي يا خيب. يلا بينا يا كريم. دي ما إحنا
الظاهر ان الدنيا ساعات بتحطنا قدام الاختبار عشان نعرف اذا كنا مقتنعين بمبادئنا ولا لا. اهلا يا عادل يا حبيبي. قول لي بقى اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا 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 يا حبيبي. واضح ان الرحله كانت تجاه الفوزين. متعة متعة بجد؟ يبقى حصل؟ حصل؟ ما حصلش ما حصلش يا صبر. ايه يا حبيبي؟ بتقول حاجة؟ لا يا حبيبي أنا بس هروح دلوقتي. ايه يا موسى؟ اللي لسه في اوله. معلش لازم اسلم نفسي للتجنيد بكره الصبح، وفي حاجات كتيره جدا لسه هعملها. طب مش عايز نتعرف؟ لا كده الوقت هيضيع. سلام يا جاكو. سلام حبيبي. غبي. ما هو مفيش فايده يا مدمازيل هايدي. هنفضل قاعدين مع بعض كده لغايه الصبح. وممكن تقعدي في ضيافتنا اسبوع، اسبوعين، شهر. الوقت مش هيفرق معانا، انما هيفرق معاك انتي. اللي بتعملوه ده مش قانوني. بالعكس ده قانوني 100%. انتي متهمة باخفاء وثائق خطيرة تهدد الامن القومي الاسرائيلي، ودي تهمة خطيرة جدا، يعني هتاخدي عليها سجن مدى الحياة. خلاص اسجنوني. هنسجنك بس بعد ما استجوبك. وعلى فكرة الاستجواب ده قانوني 100%. الاستجواب القانوني لازم يحضره محامي. يحضر المحامي وبرضه هتتحكمي وهتسجني وهيضيع مستقبلك. مستقبلي ولا مستقبل الجنرال؟ لا 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 لا، الموضوع ده اكبر من الجنرال، اكبر بكتير. الموضوع يخص رئيسة الوزراء، وده امن اسرائيل، فاهمة؟ امن اسرائيل. ممنوع النوم. مدمازيل هايدي ما يغمض لهاش عين لغاية ما تعترف بمكان الوثائق فين. مفهوم؟ مفهوم. وعلى فكرة لازم تعرفي ان دي الجولة الاخيرة مهما كان الثمن. تحب نكمل يا جنرال؟ Thank you.
الصواريخ اللي بعتها 1001 من إسرائيل فيها معلومات خطيرة جدا عن خط النار اللي بينشئه الإسرائيليين بطول خط القناة. في تعاقد مع مصنع في أوروبا بينتج مادة حرقة. المادة دي بتشتعل بمجرد ملامستها للهواء. في تحريات عن مصنع تاني بينتج مضخات كبسة مصة. أعتقد كده الخبر صحيح. احنا عندنا هنا أسماء مصنعين لكن بلا تفاصيل. التفاصيل دي مهمتنا احنا يا حسن. لازم نعرف نوع المادة دي ايه. مش كده وبس. لازم يكون عندنا عينة منها عشان نجري عليها بعض الاختبارات. بالنسبة للمضخات لازم نعرف نوعها وتركيبتها وطريقة استخدامها والمسافة اللي هتبعدها عن القناة. بس أكيد الإسرائيليين هيحصلوا المعلومات دي بنظام أمني معقد جدا. مفيش نظام أمني من غير ثغرات يا صفوت. مهمتنا إننا نكشف الثغرات دي وندور عليها ونستغلها كويس مهما كانت صعبة ومهما كانت مستحيلة. إيه؟ مفيش صباح الخير؟ فتح عليم يا رزاق يا كريم. عصام ممكن تثق فيا شوية؟ لا مش ممكن. ممكن أنت بقى تسيبني في حالي؟ مش عايز أتكلم معاك يا أخي، أنا حر. ولا سيب لك المدرسة كلها وامشي؟ عصام عشان خاطري وطي صوتك عشان خاطر الناس. أنا نفذت كل اللي طلبته مني، الشقة وسبتها مستعد. عظيم. يا ريت بقى تتم جميلك وتسيب بني سويف كلها. ما ترجع مصر يا أخي، ارحمني. عصام أنا عملت كده عشان خاطر عمرو. صدقني. خلاص خليك أنت هنا وأنا سايب لك الدنيا كلها وماشي. ما بقتش عارفة أعمل إيه. كل ما أكلم ماما في الموضوع تتنرفز عليا نفسها يروح فاضطر أسكت. يعني إيه يا مها؟ أنت ناوية تتجوزي حد غير عمرو؟ انا مش فاهم ازاي مامتك توافق على عادل ده. دي مش موافقه وبس، دي فرحانه بيه وبتقول كمان علشان هو صاحب عمرو هياكد للناس كلها ان الاشاعات غلط وهقدر امشي وانا رافعه راسي. بني ادم ده ازاي نفسه طوع ويعمل حاجه زي كده؟ اول حاجه بس ما تزعلوش. قولي يا ألفت. والله انا شايفه لو مفيش مفر من موضوع الجواز ده يبقى عادل احسن من غيره. دي بتقولي انت كمان يا حلو؟ بقول على الاقل واحد عارفينه وعارفين اخلاقه من زمان. احنا كنا فاكرين كده برضو لغايه ما عرفناه على حقيقته. نادل محدش بيتغير كده فجأة، أكيد عادل عنده أسبابه. طبعًا. طول عمره بيجري من عمرو وحاطط عينه على مها. ولما خطبته فشلت وحصل اللي حصل لطنط سميحة، ألاقي فرصة أصطاد في المال عكرة بقى وآخد الغنيمة كلها لنفسي. أنا مش ممكن أقتنع بكده أبدًا. أمال يعني كان بيعمل كده ليه؟ طب ما تسأله؟ كل ما حد يسأله يقول أنا بعمل كده عشان عمرو. طب ما تسأليه أنت يا مها. أهلًا سناتة. خلاص يا ستي سكرتيرك الخاص. مش هيسافر برة اللاعبين، هيكمل فترة تجنيده في سكرتارية القيادة العامة هنا. تفضلي. ها مبسوطة؟ فين هايدي يا هاير؟ هايدي أنا مالي؟ مش عايزة لف ودوران يا هاير. هايدي مختفية بقى لها 3 أيام دلوقتي. آخر مرة شافوها الولد اللي بيشتغل عندك راح وأخدها، وده مش ممكن يحصل إلا بأوامر منك أنت شخصيا. تعرف هايدي عملت إيه يا سوناتا؟ مهما عملت ما تنساش ابدا انها بنتك وبنتي انا كمان. ده ملوش دعوه باللي هي عملته. المره دي تجاوزتها فاقت كل الحدود، وصلت لرئيسه الوزاره. الموقف خطير جدا، اخطر مما تتصوري. هايدي فين يا هاير؟ ادخل. وصلنا يا جنرال. انا اسف ما حدش قال لحضرتك هنا. هايدي فين؟ مادمازيل هايدي في الواقع. هايدي فين؟ جنرال. الجنرال نفسه عارف ان مفيش قوه في الارض هتمنعني من اني اوصل لهايدي. اقسم بتاريخ اسرائيل كلها لو ما وصلت لهايدي لا استغل كل نفوذي وكل اللي اعرفهم عشان اوقفكم عند حدكم، فاهمين؟ جنرال قول اللي كنت جاي علشان تقول عليه يا حنين. الظرف ده جواه مفتاح لقيناه في صندوق امانات مادمازيل هايدي. الظرف ما عليهوش لا اسم ولا عنوان ولا طابع بوسطه. الارجح ان هي اللي حطاه بنفسها. مفتاح ايه ده؟ اتحريته عنه. المفتاح ده خاص بصندوق امانات في محطه قطار اورشليم. مفتاح ايه ده؟ تسافر اورشليم فورا تفتح الصندوق وتبلغني لقيته فيه ايه. اوامرك جنرال. هايدي هاير. هايدي لعبة مش قدها. الموقف متوتر جدا.
السادات فاجئنا خالف كل توقعاتنا وتخلص من اعدائه بضربه واحده، ورئيسة الوزارة كل ساعة طلبة تقرير عن مصر واتصالاتهم بالسوفييت وصفقة الأسلحة، وإحنا بنتابع عملائنا في القاهرة وفي منطقة القنال وفي المواني، وهي بتساوم على وثائق في منتهى الخطورة بتهدد أمن إسرائيل اللي أنا شخصيا مسؤول عنه. كنت عايزاني أعمل إيه؟ أقف أتفرج وهي بتهد كل حاجة بتهورها السخيف ده؟ بس دي بنتنا يا هاير، بنتنا. قسما لو ما كانت بنتي لكنت قطعتها حتت لحد ما عرفت منها مكان الوثائق. أرجوك يا هاير، طب قولي على مكانها فين، أنا عاوزة أشوفها أرجوك. أعرف الأول مكان الوثائق. ما كلكم فاهمين غلط، أنا مش ممكن أخون عمرو أبدا، صدقيني مش ممكن أخونه، أنا بعمل كده عشانه صدقيني. بس أنا مش قادرة أستوعب كل اللي بيحصل ده، ولا اقدر اتخيل اني ممكن اتجوز اي حد تاني غير عمرو. ولا انا كمان اتخيل انك تتجوزي حد غير عمرو، بس انت فاهمه الموقف كويس، لو مش انا هيكون واحد تاني. صدقيني يا مها انا الوحيد اللي ممكن يحافظ عليكي. بس انا مش قادره يا عادل، مش قادره. طب والحل؟ خلاص انا هجرب كمان مره. لو ما ينفعش يبقى مفيش فايده. ارجع يا عمرو، مستقبلي ومستقبلك بقى مربوطين برجوعك. انا حكيت لك الموقف كله وما عدتش قادر استحمل اكتر من كده. صدقني لولا الانتحار حرام كنت قتلت نفسي قبل ما اتجوز اي حد غيرك. ارجع لي قبل ما كل شيء يضيع. ارجع يا عمرو، ارجوك ارجع. يعني اقدر اشوف هايدي دلوقتي؟ والاحسن تاخديها معاكي، بيتهيألي انها خلاص استوعبت الدرس وعرفت انها كانت بتتعامل مع قوه اكبر منها بكتير. صدقني يا هاير، صدقني انت اللي هتتعلم الدرس وهتعرف انك خسرت كتير وكتير قوي. مالك يا حبيبتي؟ هايدي يا كلاب، ارهاق شديد وضعف عالي، هتحتاج محاليل ضروري لاني عندها جفاف كانها ما شدتش بقالها يومين او ثلاثه. وهترجع تستعيد نشاطها تاني يا دكتور؟ اكيد، بس دي مساله وقت، ثلاثه او اربع ايام بالكتير وهترجع زي ما كانت، وانا بكرر اني نقلها للمستشفى افضل كتير لحالتها. المستشفى عمرها ما هتديها الاهتمام اللي انا هديه لها يا دكتور. ومسؤولياتك؟ مفيش شيء في الدنيا اهم عندي منها. للدرجه دي؟ واكتر. خلاص انا هبعت ممرضه تتابع العلاج وتبلغني بالتطورات اول باول. محتاجه لك موشي، محتاجه لك قوي. فتره التدريب اثبتت انكم افضل العناصر عندنا، عشان كده المجموعة بتاعتكو دي هتبتدي التدريب في سرية الاتصالات. مشي رافي، من حسن حظك ان في توصية عليك، لان اي مجند شرقي زيك كان لازم يترمي على الجبهة، انما انت هتشتغل هنا في القيادة، هتتدرب على التعامل مع اجهزة الاتصالات وهتشتغل هنا في تل ابيب. شكرا يا فندم. دي مش هبة مني، لو كان الامر بايدي كنت رميتك على بارليف، فاهم؟ فاهم يا فندم. دوش امرك سجينة لوف. انت المسؤول عن تدريب مشيف الشهر اللي فاضل لك هنا، عايزه يتعلم ازاي يحول المكالمات ويتعامل معاها بالسرعه اللازمه. امرك سجينة لوف. اما انت لازم تعرف ان الواسطه اللي جابتك هنا ملهاش اي صله باجادتك لشغلك، يعني اول غلطه منك حرميك في أبعد مكان في الجبهة، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. قدامك أسبوعين اتنين تتعلم كل حاجة فيها في الشغل هنا. هعمل كل اللي أقدر عليه يا فندم. لا، تتعلم يا تروح مكان يربوك فيه. مفهوم يا فندم. ماله ده؟ خير يا فؤاد، طلبتني ليه؟
مشكلة كبيرة يا حسن. في خطر على العمل لك؟ لا هنا. هنا ازاي يعني؟ مش فاهم. خد اقرا الجواب ده وانت تفهم كويس. هو موضوع معقد فعلا، بس طب احنا هنتصرف ازاي؟ انا سألت نفسي نفس السؤال، قلت استناك عشان نتشاور مع بعض. انا بصراحة فؤاد مش لاقي له حل. الجواب بيقول ان صاحبه عادل ده هيخطب مها، تفتكر ليه؟ سيادتك تردد قابلني. ايوه يا استاذ عادل، بس الحقيقه مش بشكل شخصي لكن بشكل خاص من صاحبك عمرو. عمرو واخباره ايه؟ عامل ايه؟ عايش ازاي؟ هو كويس الحمد لله، لكن بلغته اخبار غريبه كده وعايز يتاكد من صحتها منك انت شخصيا. هو حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ انا بشتغل في مصر للطيران، ماسك مكتب موسكو، وتعرفت على عمرو هناك. وعمرو فين؟ في روسيا طبعا. ايا كان مكانه بلغوا ان عادل مش جبان ومش ندل، وان جوازي من مها ده عشان مصلحته. افهمها اذا سمحت لي. بلغوا بس ان شاء الله لما يرجع بالسلامه باذن الله هيلاقيها مستنياه زي ما سابها بالظبط. استاذ عادل انا سعيد اني تعرفت عليك. مش ايه كده، انا اقدر اسيبك هنا وانا مطمن. المهم سجنالوف يوسي هو اللي اطمن. يوسي اشكنازي غربي ولا يمكن يثق في اي سفرديمي شرقي او حتى يحترمه. بس ده بيتعامل معايا بطريقه شرسه قوي. انت لسه شفت حاجه؟ معقول لسه في اكتر؟ سجنالوف يوسي هيعمل اي حاجه عشان يمسك لك غلطه، اي غلطه، بعد كده يرميك في اخر الدنيا. طب ليه؟ هو شايف ان الوضع الطبيعي لاي سفرديمي وان الراحه للاشكنازو بس. فهمت. أهم من يوسي إنك تعرف طبيعة عملك وتعرف خطورته. معظم المكالمات بين القادة بتبقى فيها معلومات وأسرار، عشان كده وإنت بتوصل أي مكالمة ما تحاولش إنك تسمعها، ولو حاولت بتنور عندهم لمبة حمراء تقول إن في حد بيسمعهم. يعني أفهم من كده إن إنت عمرك ما سمعت مكالمة؟ بيني وبينك ساعات كنت بقى قاعد زهقان، بس عمري ما قلت حاجة من اللي أنا سمعته. انا برضو قلت ان انت شكلك واد مفتح كده، ما تفوتكش يعني مكالمه ولا حاجه. انما ازاي يعني كنت بتسمع المكالمات من غير ما اللمبه الحمراء تنور عندهم؟ دي سهله على زينا. هقول لك انا بقى، انا كنت اجي هنا واعمل القفله بعد كده اوصل الدور. اهم حاجه الجيب ده يجي هنا. صدقيني يا صناتة أنا مرتاحة قوي كده. لا عشان أطمن عليكي. عجيبة، ما كنتش فاكراكي حنينة كده. طب وليه توقعتش غير كده؟ مش عارفة. تعرفي يا هايدي، أنا نفسي مستغربة تصرفاتي. زمان كنت متصورة إن طموحي هو أهم حاجة في حياتي، عشان كده ضحيت بحاجات كتير كان بيتهيألي إن طموحي أهم منها. وبعدين إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان العمر جري وظروفي اتغيرت والعقل كبر، وانتبهت فجأة لقيت الحاجات اللي انا ضحيت بيها هي دي الطموح الحقيقي اللي ضحيت بيه سنين طويلة من غير معنى. قصدك الأمومة والحب؟ عرفتوه يا جماعة. مشي شيء وحشتيني قوي قوي.
عامل ليلة كبيرة في فندق كده 5 نجوم، بس تقولوا ايه بقى للشباب؟ عايزين كل حاجة على الضيق. كده كويس برضو يا سميحة. يا اخويا لا كويس ولا حاجة، انا برضو كان نفسي افرح بيها زي اي ام بتفرح ببنتها الوحيدة. ما البسيش ليه فستان ملعلط كده ورحت للكوافير تعملي شعرك؟ تسيبيني في حالي يا ماما. افردي وشك، هي جوازة ولا جنازة؟ سيبيها في حالها يا سميحة، سيبيها في حالها. حاضر يا سي شاهين، سبتها. عادل لبس خطيبتك الشبكة. مد ايدك يا عروسة. انا فرحانة قوي ان جبتك. وانا كمان فرحان بيها ماما، بس ده عادي يعني، انت حبيبتي قبلها وتفضلي حبيبتي بعدها. وانت كمان حبيبتي حبيبي لعمرك. كمان تلاقيها من ايدي كمان. عمري ما هفرح الا لو حطيتها في الايد التاني ان شاء الله. انا مش هقلع دبلة عمر. وانا ما قلتلكيش ايه اللي هي، خليها. انا عملت حسابي وجبت دبلة واحدة. هي اللي حسي السلسلة اللي في رقبتك عشان تلبسي شبكتك. عنك في ظهرك من هنا. مش قادر اصدق اللي حصل ده. لا صدقي يا عزه، احنا بقينا في زمن العجب، اي حاجه ممكن تحصل. طول عمر الدنيا كده يا بنتي، كل واحد بيفكر في نفسه وبس، كل واحد بيحاول يهبش اللي يقدر عليه قبل غيره ما يسبقه. حتى الصاحب يا بابا. حتى الصاحب يا بنتي. يبقى الصاحب ده لازم يتربى. خالد، احنا مش بلطجية علشان نعمل كده. يعني اسيبه يخطف معاها خطيبة عمرو اخويا واقف ساكت؟ اواجهه ازاي لما يرجع من بعثته؟ اقول له شفت كل ده بيحصل قدامي ووقفت اتفرج؟ اقول له ايه يا ماما؟ ربنا يخليكم لبعض يا ابني. من النهارده هتستلم سويتش الاتصالات مشيه، وزي ما قلت لك مش عايز اي اخطاء، اي غلطه منك حرميك في اخر الدنيا. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. وانت جوش خلص اوراقك وسيب له رقم تليفونك عشان لو قابلته اي مشاكل يتصل بيك، مش عايز اي قائد هنا يشتكي. امرك سجان الوف. شوف شغلك. مش قلتلك واضح ان الايام اللي هنا هتكون صعبه جدا. كل يهون. اشوف وشك بخير مشي. لو عايز اي حاجه اتصل بيا يا مشي. هيحصل. مبسوط في مكانك الجديد مشي؟ اكيد طبعا، الشغل شويه بس كتير بالنهار، بس كفايه ان انا بروح شقتي وبات فيها 5 ايام في الاسبوع. الفضل ليكي طبعا سناتة. زمان كنت بتناديها جبرت فرد، ايه اللي حصل؟ انا اللي طلبت منه كده بعد ما ساب الشغل معايا، لانه خلاص ما بقاش سكرتيري الشخصي، بقى صديق. صديق؟ ايوه هايدي، صديق زي صداقتي بيكي بالظبط. انا عايزه اروح. ليه هايدي؟ انت مش مرتاحه هنا؟ مرتاحه، بس لازم ارجع لشغلي وحياتي. ما تحاوليش سناتة، انت عارفه هايدي قد ايه عنيده. عارفه. خلي بالك من نفسك. حاضر. سيادتك بقى مش هتوصلني؟ تحت امرك.
اول مره اشوف عروسه وكانها رايحه ميته مش ليله دخلتها. يمكن خايفه. خايفه من ايه؟ بتكش. يا ماما ان شاء الله هما. انا هين عليا اطلع دلوقتي اكسر دماغه قدام كل المعازيم. الحياه ما تتخذش كده يا عصام يا ابني، كل واحد حر في تصرفاته. بس الندالة ما توصلش لكده يا عم، انا مش مصدق نفسي، ده عمرو بالذات ياما عمل علشان. ربنا يرجعه بالسلامه. مش قادر استحمل اكتر من كده. عارف عارف يا بابا احنا مش بلطجيه، بس كمان احنا مش عاملين عمله عشان نستخبى منها. مبروك يا مها. مبروك يا عادل. الله يبارك فيك يا خالد. جرى ايه يا جماعة؟ يلا اشتغلوا تاني. سمعوني عفارم عليك، حرقت بالمهم صحيح. بس على الله يحسوا. يحسوا ما يحسوش. خلاص اللي حصل حصل. سنة خير. أنا اللي حرد. ألو. أيوة فهم. أنا اللي وطني. حاضر يا فهم. مش هتصدقي، قيادة الجيش طلباني بكرة الصبح.